رغم حصول الكثير منهم على رواتب الرعاية الاجتماعية، إلا أن ظاهرة التسول لا تزال منتشرة بشكل لافت في شوارع الموصل. يسيطر المتسولون على التقاطعات الرئيسة في شوارع المدينة، ويؤكد ناشطون أن هذه الظاهرة باتت تجارة منظمة تقف وراءها جهات مجهولة. طبعا احنا نناشد المسؤولين القائمين على الرعايه بان يوزعون راتب الرعايه بصوره صحيحه. يعني نحن اليوم بالموصل نلاحظ انه اكثر المتسولين عندهم راتب رعايه، يعني الناس المتعففين لازم نعطي هاي الرعايه للناس المتعففين المستحقيه بصوره صحيحه، خلال يعني مشاهدتنا لهم بالشوارع انه هذول مسنودين، هذول اكو هناك جهه معينه تقف وراء هذول الناس. مفروض الحكومه تتأكد من هالشخص اللي ياخذ رعاية إذا كان مستحق على عيني وعلى راسي، أما إذا ما كان مستحق حرام ياخذوا من أموال الدولة، كل شيء يدفع من الحكومة لهذولا حرام. ويظهر التعداد السكاني أن أعداد المستفيدين من الرعاية الاجتماعية تفوق بكثير الحاجة الفعلية، بينما يشير المواطنون إلى أن سبب استغلال بعض الأحزاب السياسية التي اتخذت هذا الأمر كدعاية انتخابية هو السبب الرئيس بهذا التضخم. المتسولين مهنة، متخذية مهنة. أي متسول، وعدة ناس نعرفهم بالموصل، عندهم بيوت وعندهم أملاك وعندهم بيتان وثلاثة، وهو يقدي ويشحد وبنى عمارات وبنى بيوت وقصور. المتسولين مهنة ومشمولين بالرعاية بواسطة منه فلان 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 حزب، فلان عضو برلمان، الكل رشحك او اعطيك رعايه. ويؤكد مختصون ان معظم المتسولين يمتلكون رواتب رعايه اجتماعيه، بينما تنتظر الاسر الفقيره من يطرق ابوابها. عماد علي، والنيوز، الموصل.